حبايب قلبي الحلوين، زيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون عن يا ترى في شخص يريد التواصل معاك، يريدك في حياته، يتمناك او بيتمنى وجودك معاه، عاوز يبقى في حياتك او عاوز يكون في بينكم قصة حب او في بينكم علاقة ارتباط او علاقة خطوبة او شايف لبعد كده، شايف في بينكم علاقة زواج. يا ترى هو مين الشخص ده ومواصفاته الشكلية، مواصفاته الشخصية؟ الشخص ده انت بتتواصل معاه ولا مش بتتواصل معاه على طول؟ الشخص ده في محيطك ولا بعيد عنك؟ هنعرف عنه كل حاجة. يبقى يا ترى في شخص يريد التواصل معاك او يريدك في حياته. قراءة هتكون بأول حرف من اسمك انت او باختيار الأحجار. الحجر الأول هيكون الحجر الأخضر، مجموعة رقم واحد هتكون بالحجر الأخضر، ومجموعة رقم اتنين هتكون بالحجر الأورنج. اوكي، يبقى تختار بالأحجار أو تختار بأول حرف من اسمك انت. طيب لو انتوا أول مرة تشوفوني ياريت تنوروني وتعملوا سبسكرايب للقناة وتقولولي بتتابعوني منين، وكمان لو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت الاول، وقولوا لي برضو عاوزين قراءات ايه الفتره الجايه. يلا بينا نبتدي طاقه مجموعه رقم واحد النهارده ونشوف يا ترى طاقتك اخبارها ايه. مجموعه رقم واحد الحجر الاخضر، يا ترى طاقتك ايه؟ شكلك بتراقب حد الفترة دي او مش كلكم، يعني انا بقول كده بيبقى طاقة منكم بتراقب شخص او متابعة شخص الفترة دي قوي، عشان كده طلع الطاقة بتاعتها. ففي عندي هنا طاقة اشخاص منكم بتتابع شخص او بتراقبه الفترة دي، ويمكن كمان بتشعر بمشاعر تعلق بيه، و عارف الشخص اللي يكون متعلق بحد مش عارف الشخص ده اخرة التعلق معاه ايه بالظبط. في طاقات منكم في الطاقة دي، شايفة ان انت يمكن ناقصك حتة الرعاية، يمكن انت فاقد حتة ان يكون في رعاية في حياتك، شخص مهتم بيك، شخص يرعاك، شخص يبقى شايف حياته كلها انت، يمكن انت فاقد الحتة دي. يعني الاغلب ممكن جدا تكون سنجل ومفيش حد في حياتك وبتشعر الاحساس ده، وممكن تكون معجب بشخص بس الشخص ده معلقك او انت واقف كده في طاقة مبتتحركش في العلاقة معاه. تمام، شايفة طاقات سفر، يمكن بتفكر ان انت تسافر الفترة دي او تروح في مكان، سواء بقى تغير نفسيتك او سواء مكان عمل، المهم ان في تغيير مكان او في حاجة او خطة انت عاوز تعملها، وزي ما تيجي تيجي، يعني حاجة مش مدروسة كويس انت عاوز تعملها وزي ما تيجي تيجي. شايفة طاقة حواليك في ناس معجبة بيك على فكرة، يا مجموعة رقم واحد حواليك ناس معجبين بيك، ويمكن اكتر من شخص، يمكن انت عارف او ما تعرفش ده، بس انت دلوقتي في كذا طاقة معجبة بيك. شايفة ان انت في انتظار حاجة او في انتظار شخص بعينه هو اللي يجي يعترف لك بمشاعره او يقرب منك او يكون في حياتك، واحتمال او ممكن جدا يطلع لك طاقته النهاردة في القراءة بتاعتنا. بس شايفة ان انت في انتظار شخص معين، ممكن يكون الشخص ده لسه ما بانش في حياتك خالص، وممكن يكون باين بس لسه ما خدش خطوة. اوكي، شايفة كمان ان انت بتفكر كتير الفترة دي في امورك كلها، سواء امورك العاطفية، امورك المادية، حياتك بشكل عام بتفكر فيها الفترة دي كتير. هنا بيقول لك اوقات سعيدة، ضع خطط ايجابية ومتفائلة طويلة الامد، طويلة المدى،
ف حاول وانت قاعد كده بتعمل خطط لنفسك في المستقبل، حاول ان انت تكون متفائل وسعيد حتى لو انت تعبان، حتى لو انت نفسيتك مش حلوة، بس دايما لما تيجي تفكر في مستقبلك فكر بطريقة ايجابية. اوكي، هنا برضو زي ما قلنا ان انت بتراقب شخص وكمان بتشوف ارقام مكررة، في رقم معين مثلا بيجي على طول قصادك، يعني رقم 2، رقم 11، 11، رقم 22، أرقام معينة بتيجي قصادك على طول وبتتكرر وانت بتستغرب. على فكرة انت ممكن جدا جدا تكون من برج الحمل. بصوا الثلاث كروت دول برج الحمل، فانت احتمال كبير جدا تكون من برج الحمل او من طاقة نارية. كمان يمكن عندك الشاكرا الخامسة. طيب انت ممكن تكون بتعاني شوية من اوجاع في معدتك، او عندك كحة مثلا، تعاني من وجع في معدتك فوق المعدة، اسفل المعدة، حوالين المعدة، المهم يعني ممكن كمان تكون الشاكرا دي لما بتكون ناقصة، يعني في حالة نقص بيكون انت دايما حاسس انك مظلوم وان الدنيا جا عليك، ولو انت في طاقة زيادة بيبقى عندك سيطرة وعند، تمام؟ فممكن تكون عند ناس كده، ممكن جدا تكون عند ناس كده، ممكن تكون بتفكر انك تستقل بذاتك وبنفسك الفترة دي، تستقل بآرائك، يعني انت ما تاخدش رأي حد وتشتغل بدماغك انت، او تستقل بذاتك يعني عن الناس اللي حواليك. طبعا زي ما قلنا طاقة برج الحمل مسيطرة، ورقم 4 ورقم 7. اوكي، رقم 15. طيب تعالوا نشوف لو ترى في شخص في محيطك، شخص في الطاقة اللي حواليك. يريد التواصل معك، تعالوا بينا نشوف هل في شخص يريد التواصل بمجموعة رقم 1. الله، ده أعيد لك، بصوا ده الكينج اوف كابس، ده شخص حنين، شخص حنين وشخص رومانسي وشخص متعلق بيك بطاقة تعلق بيك. الشخص ده محارب، فممكن يكون جدا هو بيشتغل ضابط مثلا، او هو مكافح في حياته، تمام؟ في شخص لمجموعة رقم 1 في محيطه، متعلق بيهم، بيفكر فيهم. الشخص ده من طبعه انه شخص حنين جدا وشخص طيب القلب وحساس. الشخص اللي في محيطك او عاوز يكون في حياتك يا مجموعة رقم 1 هو شخص حساس قوي، اقل كلمة واقل موقف بيأثروا فيه. تعالوا نتعرف على هذا الشخص اكتر. ده بيراقبك اهو، ده في طاقة مراقبة. اوكي، احتمال يكون لبعض الطاقات منكم الشخص ده انت لسه متعرف عليه، او الشخص ده هو لسه داخل حياتك قريب. مش لازم يكون داخل حياتك يعني انت مرتبط بيه، لا اقصد داخل حياتك يعني تعرفت عليه، عرفته. اوكي، لان طلع لي كارتين والكارتين بيقولوا بداية، فهنا الطاقة ان ممكن يكون الشخص ده انت لسه متعرف عليه. شخص طموح جدا، احتمال تعرف عنه ان الشخص ده بيحب والدته او امه جدا بدرجة كبيرة، او يعني اهم حاجة في حياته ان هي طلعالي والدته. اوكي، لبعض الطاقات منكم الشخص ده متزوج، لبعض الطاقات مش كلكم، ولبعض الطاقات الاخرى الشخص ده يريد الاستقرار، عاوز يستقر، يريد انه يكون في حياة هادية، حياة متوازنة. كملوا معايا بقية الصفات عشان تقدر تحدد هو مين الشخص ده.
أحييتك. ممكن جدا يكون الشخص ده من برج الأسد، يمكن عنده خصامات مع ناس حواليه أو ناس من عيلته، أو عامل مشكلة في شغل مثلا ومعادي كذا شخص، أوكي، وهو شخص بيتعصب من أقل شيء، دايما بيحب يبين للي قصاده إنه قوي وإنه مسيطر، بيحب إن هو يوضح الإنجازات اللي عملها في حياته، يوضح الحاجات الكويسة اللي هو تعب لها في حياته بيحب يبينها للناس. يعني لما بيقعد مع حد بيبقى عاوز يحكي عن كل اللي هو عمله، كل اللي مر بيه، كل اللي شافه، وهو ازاي تعرض لعراقيل في حياته وقع ولكن وقف وكمل تاني. هو بيحب ان هو يبين انجازاته للناس. اوكي، ممكن نقول ان هو شخصية مترددة او شخصية مودية، الشخص ده بيعرف يتكلم كويس جدا، دبلوماسي جدا في كلامه، وبيعرف ازاي يجيلك من النقطة بتاعتك. يعني بيعرف كل شخص، وبيعرف ازاي ان هو مثلا يقنعه، او يعرف ازاي ان هو يسيطر على عقله. عارفين الناس اللي بتقدر تسيطر على عقول الناس اللي حواليها، هو من الناس دي. على فكرة الشخص ده حواليه ناس كتيرة، سواء معرفة من شغل او مثلا ناس يعرفها عن طريق سفر، او هو عيلته كبيرة، او هو شخص مشهور معروف، في ناس حواليه كتيرة، في منهم الكويس وفي منهم الوحش، ولكن هو عارف الكويس وعارف الوحش. اوكي، الشخص ده ممكن لما تتعرف عليه تحس كده من كلامه او من شخصيته ان هو بينجذب للي قدامه عن طريق الملامح، الشكل، الجسد. يعني انت هتحس ده منه، سواء هو رجل او امرأة على فكرة، لان طلع لي طاقة شغف جسدي. كمان هتعرف عن الشخص ده انه مر بفترة بحياته صعبة قوي، وهو لما يقعد معاك هيحكي لك على الموقف ده او الموضوع ده، او مثلا لو انتوا قاعدين في مكان انت وناس وهو هيتكلم على الموقف ده، هو ما بيخبيش حاجة الشخص ده، بالعكس هو بيحكي كل اللي عنده، وبيحكي وقعاته، وهو بيحكي هو زي طلع من الوقعات دي. فهتلاقيه كده في مرة بيحكي عن الوقعة اللي وقعها الشديدة دي، وازاي هو قدر انه يقف على رجله من اول وجديد. في عنده دروب في حياته، في عنده حاجة في حياته مأثرة عليه وبيحكيها، يعني بيحكيها وبيقولها. طيب عايزين نقول ان الشخص ده زي ما قلنا هو بيشتغل حاجة مثلا ليها علاقة بال انه محارب، يعني ضابط مثلا، وممكن نقول بيشتغل حاجة ليها علاقة بالجنسيات الاخرى، يعني زي مثلا مترجم، مدرس لغة أجنبية، بيدرس أسباني، بيدرس ألماني، بيدرس أي حاجة يعني لغة أجنبية. كمان ممكن نقول إن الشخص ده شخص مشهور أو معروف، في طاقة شهرة عندي، في طاقة إن الشخص ده عليه العيون كتيرة. اوكي، طيب تعالوا نشوف الشخص ده، هل انت بتتكلم معاه في الفترة الحالية؟ هل انت بتتواصل معاه في الفترة دي؟ احتمال تكون انت معجب بيه اصلا، يعني ده الكراش بتاعك، تمام؟ واحتمال يكون الشخص ده اللي معرفك عليه شخص تاني، او اللي هيعرفك عليه شخص تاني، او الشخص ده انت هتتعرف عليه من خلال العمل. اوكي، انا شايفة حاليا ان انت وحيد، انت في طاقة واحدة، فيا اما الشخص ده انت متعرف عليه حاليا
او اتعرفت عليه يعني ولكن ما بتتكلمش معاه، يا اما انت لسه ما تعرفتش عليه ولكن هو في طريقه اليك، هيبقى عاوز يدخل حياتك او يكون في حياتك او يتمناك. تمام. بس شايفة الطاقة الاغلب ليكم يا مجموعة رقم واحد، انت زعلان ومتضايق وواخد العشر سيوف اهو، وحاسس بطاقة الوحدة الشديدة، فالشخص ده جاي لك يعني هيكون معاك. وعلى فكرة لو هو في حياتك حاليا اوكي وانت اتعرفت عليه هو دلوقتي ما بيتكلمش معاك، فمعنى ذلك انه في تواصل ما بينكم او في قرب ما بينكم ان شاء الله بعد كده، بالرغم ان دلوقتي ما فيش كلام مع بعض ولكن في تواصل ان شاء الله في الفترة القادمة. تعالوا نشوف كده ترى شكله ايه علشان برضو نقرب لك الموضوع شوية، نعرف شكل الشخص ده ايه، مواصفاته الشكلية. لو هي امرأة فهي امرأة شعرها قصير، تلبس فورمل، وممكن جدا تكون وشها رفيع برضو، عينيها واسعة اوكي، طويلة مش قصيرة، الامرأة طويلة مش قصيرة. ممكن يكون شعرها اسود او بني، عندي الطاقتين. سواء رجل او امرأة فهو شخص جذاب جدا، طاقة كبيرة، حلو، بيجذب الناس ليه. لو هو رجل برضه فهو بيلبس فورمال يعني على طول او اغلب وقته. ممكن كمان نقول ان هو شعره ناعم قوي، يعني ممكن دي يعني شعره حلو وممكن تاخد بالك منه من اول ما تتكلم معاه، في ميزة في شعره، في حاجة كده اوكي. ممكن يكون بيلبس كاب، عينه واسع الشخص ده وعنده جبهة عريضة. ممكن يكون لونه متوسط، متوسط اللون او مايل للسمار شوية. حواجبه عريضة، حواجبه عريضة، هو وزنه متوسط وطويل، او ممكن نقول انه يعني طبعا مش قصير، يعني مش طولك مثلا، لو انت امرأة مش طولك ومش اقصر منك، هو طويل اطول منك ووزنه متوسط، بيلبس كاب او بيلبس نظارة على فكرة، لان اول كارت تطلع لي هنا لابس نظارة، بس انا نسيت اقول الحتة دي، قلت ما اسيبها للشكل. الشخص ده ممكن يكون من برج العقرب، برج الجدي، برج الحمل، وبرج العذراء ممكن جدا. طيب تعالوا بينا نخش في مجموعة رقم اتنين ونشوف يا ترى هيطلع علينا ايه برضه. تعالوا نشوف الأول طاقة مجموعة رقم اتنين. طيب تعالوا بينا نشوف طاقة مجموعة رقم اتنين. طاقتك ايه يا مجموعة رقم اتنين؟ لا انت زعلان من حاجة، بتقول انا هبدأ من اول وجديد، او انا هبقى شخصية من اول وجديد، او هتعامل مثلا مع الامور او الاشياء بطريقة جديدة. يعني في حاجة زعلتك وخليتك تفكر من اول وجديد، او تعيد النظر في حاجات في حياتك. يمكن حاليا بتفكر في السفر، او بتفكر في بداية جديدة تخص شغل او تخص حياتك عامة. بيقول لك انك في طاقة تواصل روحي، او بتشعر بتواصل روحي حاليا مع شخص، الاغلب منكم يعني. وكمان بيقول لك انت بتفكر كتير في الضغوط المادية، وانت بتحتاج حاليا الى قضاء وقت في التأمل الهادي والتعليم الروحي واكتشاف الذات، لانك مرهق.
تمام. انت مرهق من كتر التفكير، ويمكن مرهق من ساعة لما حصل لك موقف معين او حاجة او كلمة اتقالت لك او حاجة او موضوع معين حصل لك، ابتديت ان انت بعديها تفكر كتير وتبقى تعبان، او بتفكر او من كتر التفكير تحس بالضغوط، تمام. فعشان كده بيقول لك انت محتاج انك تقضي وقت في التأمل الروحي وفي التعليم الروحي او اكتشاف الذات لانك مرهق. اوكي طيب، تعالوا كمان شوف كروت الطارو يطلع لنا ايه في الطاقة. انت بتفكر في الحب، وبتفكر في الزواج، وبتفكر في الاستقرار والترابط، او ده الفكرة اللي مسيطرة عليك حاليا. انت مش عاوز اي شخص والسلام، انت عاوز شخص يمدلك ايده بالحب، شخص يحسسك بالامان، شخص تبقى حاسس معاه انك مطمن. بصوا انت ده اللي محتاجه، وبتقول لنفسك الموضوع ده صعب، الموضوع ده بعيد عليك. طيب ناسف على قطع الفيديو، كنت بقول لكم ان انت عايز تكون مطمن وحاسس ان الموضوع ده بعيد عليك، يعني موضوع ان انت تلاقي الشخص اللي انت بتحلم بيه والشخص اللي انت عاوز تكون معاه في طاقة استقرار وامان وكده، حاسس ان الموضوع صعب او بعيد. ولكن ما تقولش كده، يعني ما تصدرش من نفسك طاقة ان اللي انا عاوزه او اللي انا بحلم بيه مش هلاقيه او صعب الاقيه. لا، مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، مفيش حاجة بعيدة، واللي انت عاوزه هتلاقيه ان شاء الله. طيب انت ممكن تكون من برج الدلو او من برج السرطان، اوكي؟ طيب وعندي كمان رقم 22 ورقم 5 ورقم 9، ممكن برضو يكونوا في تاريخ ميلادك. طيب تعال نشوف، هل في شخص عاوز يكون في حياتك؟ هل في شخص عاوز يتواصل معاك بالطاقة الحالية في الوقت الحالي؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان القراءة بتكون على حسب ما تشوف الفيديو او تفتحه، فالقراءة بتاعتك هي طاقتها مفتوحة. طيب تعالوا نشوف كده، هل في شخص يريد التواصل مع مجموعة رقم 2 عاوز يكون في حياتهم؟ بسم الله. في شخص عاوزك او عاوز يكون في حياتك في محيطك، ولكن الشخص ده انا شايفه ان هو بيعمل زي فاصل بينك وبينه، او زي دايما بتحس ان هو ممكن يقرب منك وتلاقيه كده بيحاول يبعد، بيبقى عاوز يكلمك او بيتكلم معاك، وممكن انت تيجي تتكلم معاه تلاقي في تجاهل او عدم رد او تلاقي اسلوب متغير. ففي شخص عاوز يكون معاك ولكن يمكن غير مستعد حاليا انه يخش حياتك او يكون في حياتك في الوضع الحالي. هو شخص بيخاف من المواجهة، وشخص بيخاف من اخذ الخطوة. بصوا شفتوا عامل ازاي؟ هو بالظبط عامل كده، هو عاوز يكون معاك بس خايف. بصوا عامل ازاي؟ عاوز يحمي نفسه. طيب لو جينا نتكلم على الشخص ده، هنقول انه شخص متوازن، يعني لما تبص له كده تحس ان هو شخص كده راسي، هادي، عاقل، كلامه دبلوماسي، بيفكر بقلبه، بيفكر بعقله، متردد ممكن، ولكن لما بيعمل خطوة بيكون عامل الخطوة دي وهو دارسها كويس جدا. اوكي ده هو حاليا في حياتك، او حاليا هو في محيطك ومتعلق بيك، في طاقة تعلق بيك. تعالى كده نعرف عنه اكتر ونشوف ترى هو مين الشخص ده. يا ترى مين هو الشخص ده؟ طيب على فكرة الشخص ده ممكن يكون من عيلتك، قرايبك يعني، او شخص تعرفه جيرة، عن طريق جيرة مثلا. اوكي او شخص حاليا مفيش بينك وبينه كلام، يعني كان في بينك وبينه كلام ولكن حاليا انقطع التواصل ما بينكم. كمان الشخص ده ممكن يكون من برج الميزان او من برج الثور.
بصوا، عارفين الأشخاص اللي بتبان من براها كده عارفة الصح من الغلط وبتعمل الشيء المظبوط، وتعرف يعني الناس اللي حواليها تقول عليها الشخص ده ما بيعملش حاجة غلط، أو الشخص ده دايما ماشي صح، أو مثلا تبص له تقول هو لما يجي مثلا يعجب بحد هيعجب بحد من دماغه، من طريقته، من طريقة تفكيره، بس هو عكس كده خالص. الشخص ده بينجذب أول حاجة للشخص بانجذاب جسدي، هو ده اللي بيجذبه للشخص، تمام؟ ممكن يبان عليه عكس كده، ولكن هو من جواه بيكون كده. الشخص ده متكلم رائع، بيعرف يتكلم كويس قوي، بيعرف يتحدث مع الناس ويقنعهم بوجهة نظره. طيب تعال نشوف كده، يا ترى الشخص ده هو حاليا في حياتك بيتكلم معاك ولا لا؟ هل هو دلوقتي في حياتك؟ الشخص ده اتكلم معاك، يعني حصل ما بينكم كلام، حصل ما بينكم يمكن نظرات اعجاب، حصل ما بينكم انك عرفته وهو عارفك، ممكن على خفيف جدا، ولكن شايفة ان العلاقة فيها تقل منك ومنه. العلاقة دي فيه تقل منك ومنه، مع ان الشخص ده بيتمناك وبيتمنى وجودك معاه او بيتمناك في حياته، اوكي، ولكن في تقل منك وتقل منه. زي الكارت ده بالظبط، هو عاوز يبقى معاك، بس بص عامل ازاي، عامل فاصل، وشايف ان هو حاليا بيراقبك من بعيد، مفيش بينكم تواصل بس بيراقبك من بعيد. الشخص ده عنده مشاعر اعجاب كبيرة تجاهك، يعني كل اللي في قلبه تجاهك مشاعر اعجاب، ولطاقات معينة، لطاقات معينة معينة. الشخص ده عنده مشاعر حب، بص هنا عاوز يقدم لك كاس الحب، وهنا برضو عاوز يقدم لك كاس الحب، وادام طلع لي الكروت دي يعني في طاقات مشاعر من هذا الشخص ليك. طيب خصوصا لو الشخص ده من برج الاسد، تعالوا طيب نشوف كده برضو علامة برضو تعرفك يعني للقراءة كلها او للمجموعة كلها او الطاقة. الشخص ده عنده مشاعر اعجاب، بس في طاقة هنا، طاقة برج الاسد. لو الشخص ده من برج الاسد، لا ده عنده مشاعر حب تجاهك، والعلاقه دي بقالها فتره، والعلاقه دي تعبتك قوي، ويمكن انت فقدت الامل انه يبقى معاك او يتكلم معاك بشكل مباشر او يقول لك انه معجب بيك او حاجه، لانك انت دايما حاسس ان هو بيعمل صد بينك وبينه، دايما بيبقى خايف ودايما بياخد خطوه لورا. كل ما تحس انه خلاص هياخد خطوه تجاهك تلاقيه رجع خطوه لورا. لو الشخص ده من برج العقرب او لو الشخص ده من برج الاسد، فالشخص ده بيحبك، عنده مشاعر حب تجاهك، بيتمناك، عاوزك في حياته، وجودك في حياته شيء مهم، تمام؟ لجميع الطاقات بقى، الشخص ده معجب بيك، وحاليا هو بيراقبك من بعيد، بيستخدم معاك اسلوب العند او بيستخدم معاك اسلوب اللامبالاة شوية، تمام؟ بس هو عينه عليك، يعني عارف الشخص اللي بيبقى بيبص بس مبين لك ان هو ما بيبصش عليك، هو بالظبط ده. والشخص ده على فكرة برضو ممكن يكون من برج القوس، لان يعني البرج طلع معي. تعال نشوف كده مواصفاته الشكلية، ترى الشخص ده شكله ايه. لو انت رجل فهي امرأة شعرها متوسط، ما هوش قصير ولا طويل، اوكي، وهي نفسها قصيرة، يعني هي نفسها قصيرة، ممكن نقول ان هي وشها طويل، عينيها واسعة، لو هي مش محجبة فهتلاقي دايما بتغير من شكلها كل شوية بالنسبة لشعرها وكده، كل شوية بتلاقيها بشكل معين أو بشكل تاني. لو هو رجل فهو رجل متوسط الطول، مش طويل ومش قصير، و بيجذب الجنس الآخر ليه، بيجذب الجنس الآخر ليه، يعني شكله حلو، شكله جذاب. كمان ممكن نقول إن الشخص ده بيلبس ألوانات فاتحة دايما. كمان عندي طاقة ان ممكن لو رجل او امرأة تلاقيه لابس نظارة، سواء نظارة شمس او نظارة نظر،
يمكن اغلب الشخص اغلب الوقت تلاقي الشخص ده سرحان، ويمكن لو هو كراش نظرات او كراش في ما بينكم كلام بسيط بس بتشوفوا بعض، فهتلاقيه بيبتسم لك لما بيشوفك من بعيد لبعيد كده، ممكن تلاقي الشخص ده بيبتسم لك. يعني انا طالع لي اكتر من ابتسام في القراءة. اوكي، كمان طلع لي هنا برج الحمل وبرج الجدي، وقلنا برج الميزان وبرج الجدي تاني وبرج الثور وبرج القوس. والطاقة اللي طلعت هنا ان الشخص ده عنده مشاعر حب، فممكن يكون من برج الاسد او من برج العقرب. تمام، طيب انا كده خلصت القراءة النهاردة. يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. متنسوش اللايك وسبسكرايب لو انتوا اول مرة تشوفوني، ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوه دايما في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت الأول. وكمان اكتبولي عاوزين قراءات ايه الفترة الجاية نعملها. شكرا ليكم، باي باي.